تكنيك مبني على اساس ان كل الموظفين لازم يحسنوا باستمرار في الايه، في الاوتبوت بتاعهم، سواء كان الاوتبوت ده فيزيكال جود او سيرفيس، اي برودكت، خلاص، بحيث ان هم يقدموا دايما اوتبوت ليه فاليو، بياد فاليو فروم ذا فيرست تايم، rather than ان احنا نكونسنتريت بس على الانسبكشن. ويبقى احنا ما ينفعش نكونسنتريت على الانسبكشن. يبقى نيجي بقى مثلا، الواحد شاف يعني حاجات زي دي كتير. عندنا اخطاء بتطلع في من الديزاينرز، الديزاين ديبارتمنت كل ما يعمل ديزاين يطلع فيه مشاكل، يطلع فيه اخطاء. البلاننج كل ما يعملوا ماتيريال بلان، يعملوا اي ار بي سيستم، يعملوا ماتيريال بلان، دايما يحصل شورتج في الرو ماتيريال. طب خلاص، بص احنا هنحط لهم انسبكتور او مراجع او اوديتور، نعينه كده عندهم يراجع على شغلهم. فشل، اي حد بيراجع على شغل اي حد وراه فشل في الاورجنايزيشن. ليه؟ لان الانسبكشن لا يبني جوده. بس خد بقى يعني ده موتو كده، انسبكشن دونت بيلد كواليتي. يبقى الانسبكشن ما يبنيش جوده في اي فانكشن، لكنه يكتشف الاخطاء بعد حدوثها. انت كده مش بتبني جوده. اذا توتال كواليتي مانجمنت من اسمها توتال، معناها ايه؟ اورجنايزيشن وايد انفولفمنت. يعني ايه؟ ما ينفعش يجوا كده التوب مانجمنت يقولوا هنطبق توتال كواليتي مانجمنت، يلا مش هيوصلوا لحاجه. ما ينفعش يجي الميدل مانجمنت لوحده، ما ينفعش التوب مع الميدل ومش مهم الموظفين بقى، يعني احنا هنتفق وننفذ، ولا هيوصلوا لاي حاجه. هي اورجانيزيشن وايد يعني ايه؟ يعني كل التاسك فورس لازم تبقى بارتيسيبيتنج في الانيشيتيف ده. طيب كواليتي فوكس اون كاستمر ريكويرمنت والكونتينوس امبروفمنت. يبقى احنا دايما بنفولفيل كاستمر ريكويرمنتس وكاستمر اكسبكتيشنز، ودايما بنعمل كونتينوال امبروفمنت في البروسيسز بتاعتنا. مانجمنت سيستماتيك ابروتش تو مانجينج الكونتينوس امبروفمنت. مش يعني ايه؟ يعني لازم يكون في سيستم للكونتينوس امبروفمنت، مش احنا بنعمل كونتينوس امبروفمنت وخلاص. يعني لازم بتعملوه ازاي؟ ايه الاطار؟